فيه من متابعين الله يجزاه خير لواء وبالحرس الوطني الله يجزاه خير، وكان عنده امه هو وشلون راسل قال محمد معك اللواء فلان وفلاني ابي رقم جوالك ضروري، اعطيه رقم جوالي، دق علي قال والله يا ابو محمد انا مكلمك ما ادري انا ادعي لك او ادعي عليك. هاي الله قلت الله يحييك تدعي لي جزاك الله خير. تدعي علي وش انا مسوي؟ هذا السؤال تدعي علي وراء الله يجزاك خير، والله اني ما خبر اقدم شيء يعني يجب انه قال انت ما تدري انا الله سبحانه وتعالى رازقا ان امي عندي بالبيت وانا اللي جاي من به. لو صحح انا عنده اي لا تقول انا عند إيه؟ امي عندي. الام اذا دخلت البيت في البيت بيتها وتصير نعم. ضيفة نعم صحيح. وقعدتني بسريري يا ابو محمد ومعها الاكسجين. الله المستعان. وانا اصلي الفجر واجي كل يوم من المسجد اسلم عليه وتطمن عليه وتسدى ما شاء الله. يقول صار لي كم من يوم يقول ترى شارين له انا عباد وضايفك عنده وانه تابعك وسه. يقول صار لي فتره وكل ما جيت من صلاه الفجر الا رفعت يديته وتدعي يا الله انك توفزه يا الله انك تسهل امره يا الله انك تخلي له عياله. يقول وانا ينشرح صدري اترمه بله امي وتدعي لي يلا من فضلك وبالفجر عقب الصلاه. يقول انا متشقق من الفرحه. يقول يوم صار ذاك اليوم وانا على جيتي كالعاده وانا ادخل عليه يا الله انك تشفيه وتعافيه وتلبس الصحه والعافيه. يقول ويفك صدري انا ما بلا العافيه ولا خبر روحي اني مريض ولا بشيء. قلت بين حد اخواتي ولا اخواني زاهمين عليه ولا قايلين له ان فلان تعبان. قلت خلي بطمنه على علي يعني اني ترى طيب. يقول اني بخير. ايه قلت يا ميمتي اشوف تستدعين تكون يا تشفي ترى يا ميمتي والله ما بالله العافيه والحمد لله. قلت لا مو بانت يا ولادي للصالح الله يجعله للجان. قلت وش الصالح؟ قالت رعى اسناب الله يجزاه خير يقول انه تعبان وانه داخلنا المستشفى واني ادعي له. الله صار انا ذاك اليوم رقدت يومين بالمستشفى. هنيان لك. يقول قلت انا فارح الايام اللي راحت حسبوا لي يدعو اخوته لك يا صالح. قلت هذا من فضل ربي.